لم تعد حوادث المرور تقتصر على الطرقات، بل تعدت إلى السكك الحديدية، تحصن للأشخاص وتصادم بين القطارات مخلفة بذلك جرحى وقتلى. الحوادث اللي تقع واللي ربما ظنا من المواطن اليوم أنها كثيرة، هذه الأحداث وقعت وقد تقع، مثل دحس المسافرين والحادث اللي وقع قبل أمس في النقطة كيلومتر رقم 27 بين بوفاريك وبرتوتا، واللي كانت ضحيته امرأة ربي يرحمها ويوسع عليها. كثرة أخبار حوادث القطارات أرجعها مختصو القطاع إلى أن شركة النقل بالسكك الحديدية اتخذت سياسة جديدة، وهي التبليغ عن كل الحوادث التي تقع في محطات القطارات. ومن يعني الأفضل أن الإنسان إذا كان تقدم إلى المحطة عليه أن يدخل من باب المحطة ويقتني تذكرة السفر، فهي هي الوسيلة اللي تحميه من كل الأخطار، ويتقدم إلى القطار عن طريق الرصيف وما يقطعش السكة الحديدية من المناطق التي لم تكن مخصصة إلى ذلك. ونطلب منه كذلك ما يرميش قطار بالحجارة. لاحظنا وجود أحياء سكنية بكثرة في الخطوط السكة الحديدية، وعدم إنجاز معابر في هذه السكنات في هذه الأحياء السكنية خلى الناس تقطع السكة الحديدية وما تشعرش بالخطر اللي راح تتعرض ليه، ويجوا يقطعوا السكة الحديدية ويصرى لهم الحادث كما صرى لهذا المرار بيرحمها. رغم العديد من الحملات التحسيسية والتوعوية تبقى الحوادث مرتفعة، والعنصر البشري هو المتسبب الأبرز، وهذا لعدم احترام التعليمات الوقائية وحتى عملية الاعتداء التي تطال تجهيز السكك الحديدية على غرار الكوابل.